صباح الخير. Good morning. نهار التنين الصباح كان عندي مشاريع كتير اليوم لازم نبرم وعنا كتير قصص لازم نشوفها، بس قلنا يعني ديو تو مسكرة شوية طرقات، فقلنا بخبركم شوية المبادرات اللي عم نشتغل عليها. كتير في ناس بتسأل كتير أسئلة، رح جاوبكم عليهم كلهم سوا، ورح نبلش بي إذا عبالي ساعد لبنان شو بعمل، أو ما بعرف كيف، أو ولا مرة عرفت كيف أنا بدي ساعد لبنان. القصة ما بدها شيء، تبعتوا مصاري لناس بتوثقوا فيهم وبالمبادرات اللي عم يشتغلوا عليهم، وفيكم تساعدوا لبنان كتير. فنحن خلقنا شوية مبادرات بمساعدة كتير ناس تنقدر نوصل هالمساعدة الصغيرة اللي مفعولة كتير كبير لكتير ناس بلبنان. وأولهم بلشت من كتير زمان اسمها من كل لبنان. من كل لبنان هي المونة، من ضيعة لضيعة، المونة اللي عم نجرب نبيعها برات لبنان، الكونكشنز عم نجرب نخلقهم، السبورت اللي عم نجرب نعطيه لكل العالم عم بتعمل مونة، الصور الفيديوز اللي عم بحطهم على انستغرام تبعي، المونة اللي عم نشتريها من ضيعة نوزعها بضيعة تانية قد ما عم نقدر. وفيكم تحضروا كل الفيديوز يلي الهاشتاج تبعهم من كل لبنان موجودين اوريدي على يوتيوب. مبادرة تانية اسمها كولو طعمي، هي الفكرة انه نشتري اكل ساندويشات، ندعم المطاعم ونوزعهم على العالم كتير. هالمبادرة كتير كبرت، عملنا اكبر طنجرة تزع دجاج بصيدا، ببعلبك، بطرابلس، وبغيرهم محلات. اخذنا ساندويشات بالالفات وكلهم توزعوا ب 2020. وكفوا المبادرات بعد اكثر واكثر، وهلا عم نشتغل على براد فور لبنان. براد فور لبنان الفكره تبعها بلشت انه نقدر نوزع بس 40,000، رح تقولوا بس ايه بس 40,000 ربطة خبز، بس الحلم ان يوزع 400,000 ربطة خبز. هلا يمكن ما اقدر صورهم كلهم سوا، فاليوم حابب لكم انه 40,000 اوريدي توزعوا، حضرتوا الفيديوز تبعهم، وفي 40,000 انشروا مكتوب على كل وحده. هذه البطاقه تخول حاملها ان يستلم 1,000 ربطه خبز، 40 وحده، 40,000 ربطه رح نوزعهم على كتير جمعيات. في ناس عم بتلفن وتقول انا بدي خبز، انا ماني جمعيه سو ما فيني فوت شخص على شخص، نحن بنوزع على جمعيات بوثق فيهم وهن بيجوا بوزعوا هالربطات. توزع اوريدي 10,000 ربطه بطرابلس، توزع 10,000 ربطه ببعلبك، توزع 10,000 ربطه بمنطقه متن وكسروان، واكثر واكثر عم نمشي فيهم قد ما عم نقدر، وبيدعمكم انتم فينا نوزع بعد اكثر واكثر. طب هول المبادرات اللي اونجوينج، وفي وحده كتير حلوه حكينا عنها كتير بهيك بقطع الطريق، جربت اليوم مكفي بس فضيت بطاريتها للسياره، اسمها ماي كار فور لبنان. وصل هديه سياره من امريكا اوريجينال 1955 شيفروليه بلير، الرائعه من الروعات. وقررت انه اذا حدا بيشتريها وبيدفع حق المبلغ اللي انا حاطه براسي، فيكم تبعتوا لي مساج وخبركم كل المصاري مثل ما هي كلهم سوا بنحولهم على اللبناني، وهلا صار اللبناني الدولار ب 10,000 ليره، وبنشتري فيهم كمان خمس خبز او كمان مبادرات. فهول المبادرات كلهم سوا تندعم لبنان، تضلني لكم انه لبنان احلى بلد بالعالم بنظري، قاطع بصعوبات بس بهالصعوبات عايزنا تنوقف حده. كل انسان، كل شخص، كل بلد، كل العالم تقطع بصعوبات. انتوا اليوم شو عم تسألوا حالكم شو فينا نعمل؟ مش صارت حدا بيقطع بصعوبه بنزته بنقول له باي وبنهرب منه، صارت حدا بيقطع بصعوبه بنوقف حده، بنسنده، بنهديه، بنحضنه تيقدر يرجع يوقف على اجره. وهالطريقه الكتير صغيره بعتقد فينا نعمل فرق كتير كبير. ف ماي كار فور لبنان ريدي تو بي سولد اني تايم، فينا نشتريكم، فيكم تشتروها بلبنان، فينا نشحنكم اياها لبرا، فيكم تعرضوها اذا حدا عنده مطعم حابب يحطها على الباب، اذا حدا بيعمل كولكشنز لسيارات بليز خبروه، واذا لا راح تكون اسمها ان جي ان او موبيل او ان جي ان او كار، وراح نسوقها من هلا لا ما 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 تروح بالحلقات. وبفتخر فيها وبنبسط فيها، والوانها بتعقد، وبنرجع بقول مرسي لجورج يلي هداني اياها من امريكا. هول المبادرات اللي ماشيين تنقدر كلنا سوا نوقف، يعني تقدر انا اوقف ورد لبلدي قد ما بلدي عطاني، لاني بامن فيه، لاني بحبه، لاني ما رح انساه، لاني ما رح استسلم عنه. وطالما بالحلقات عم نسافر كتير، عم نبرم، الحياة بتكفي، بس حبيت هلا بهيدا الفيديو ارجع اذكركم انه لا مش موقفين، لا مش ناسين، ان بارل عم نشتغل على كتير اشياء، غير مش الفول، وغير البر مع الضيع اللي هلا في حلقه رح تنزل يوم عشيه، وغير الفيديوز كوكينج مع العالم، مع شفية، مع نال وغيرهم، غير المبادرات اللي عم نشتغل عليهم، غير كتير بروجيكتس على السياحة الداخلية عم نشتغل عليها، غير الابليكيشن يلي نقل لرد عم نشتغل على شيء.
فحابب اليوم بس ركز على موضوع يلي في 40,000 ربطة خبز بين ايدي رح وزعهم على جمعية انا بعرفهم، واذا حدا بيعرف او بيوثق بجمعية في تلفن لي يحكيني وانا مستعد. مش المهم وين، مش المهم كيف، المهم يوصل، المهم 40,000 ربطة يوصلوا ل 40,000 عائلة تيقدروا يسندون شوي وشوي ورا شوي ورا شوي ورا شوي بنقدر نوصل على محل. قبل ما نكفي اخبركم كيف فيكم توقفوا معنا وتساعدونا. هابي وومنز داي، اليوم انترناشونال وومنز داي، وبهالنهار بالذات هالنهار بالذات من سنه كنت باستراليا وبعت مساج لنال من استراليا وقلت لها حياتي انا عم فكر فيك وبدي ارجع لعندك. فاليوم بنقول لك كل الستات وكل البنات وكل النسوان وكل الامات وكل كل الومن اراوند ذا وورلد هابي وومنز داي، بوسكم بعيتكم وبليكن العالم انه موجود، بليكن الرجال ما انا موجوده، بليكن الكره الارضيه ما بتكفي، بليكن ما بليكن ماشي، بليكن انتم اهم من ما انتم بتعرفوا. وكل رجال لليوم مفكر حاله انه بيقدر يعيش بلا مره غلطان كتير، وكل رجال بعده بقلل الاحترام مره غلطان كتير، وكل رجال بعده عقلاته رجعيه على ايام الالف وبندق وفتيل، وبعده مفكر انه 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 المره منها شيء كتير عظيم غلطان كتير، عيب عليكم. فهلا تعالوا على المرحله الثانيه، كيف نسب طب كيف فيني ساعد؟ في عنا طريقتين، او فيكم تبعتوا لي دايركت باي بال ترانسفير اللي عنده اكاونت على باي بال rahil@me.com هو الاكاونت تبعي، بيبعت لي دولار او بيبعت لي اكثر، بيحط بقلب المساج انتوني ذس از فور بريدفورد لبنان، وانا مستعد كفي وزعهم وكلهم صوروا مثل ما شايفين هلا على يوتيوب. ب 2020 وزعنا 850 مليون ليره، ان شاء الله بهالسنه بدنا نوزع بعد اكثر واكثر ونقدر نوصل على ناس اكثر واكثر. في كمان اذا حدا عم بيقول يبعث ويسترن يونيون ما بده شيء، بيبعث لي مساج ببعث له كل التفاصيل، نستلمهم وين ما كان بلبنان وبنرجع بنوزع. فهيك بخبركم على الاساس اليوم منشوف اذا رح ارجع اظهر من البيت او لا. بكره عنا طبخ سيشن مع شيف رح تتعرفوا عليه ورح تحبوه كتير كتير كتير، بنحكي عنه بلا ما تبين على الاكونت لهلا. رح نعمل اكيد شيء مع نال بهاليومين، والاربعه الصبح Wednesday morning 8 الصبح انا رايح لوين؟ على مصر. and super excited super excited. رح نعمل اشياء كتير حلوة، رح نفرجيكم مصر القديمة، رح نمشي بشوارعها، رح نفرجيكم الشعب الطيب بحبه كتير. وخليكم معنا لستوريز حلوين، لفيديوز حلوين، لأكشنز عظيمين. بعرف كتير منكم منه يمكن على انستغرام، بعرف انه انتم يمكن بس بتركزوا على يوتيوب. فينا قلكم انه حتى لو ما عندكم انستغرام اكاونت بس خلقوا واحد وفولو نغارك نوانينز، لانه الاجواء على انستغرام، الصور على انستغرام، الستوريز اخر النهار حلوين كتير. هلا او فيكن بس ما تعطلوا هم ابدا، فورجيت ات، كل اخر النهار بعمل داونلود لكل الستوريز ان 4K كواليتي هاي ريزوليوشن وبرجع بحطهم ان فيديو بسميه انستغرام فيرتيكال ستوريز. فكمان توضيح على موضوع في ناس عم بتقول ما انا على التلفزيون تبعي مريت عم بتحط صور هيك اسود على الاطراف. بعرف بعرف نحن الكواليتي ما بنمزح فيها، بس لانه هول الفيديوز مصورين على انستغرام، وانستغرام لازم يكون التليفون بالطول بيبينوا هيك على التلفزيون، اذا حضرتون على التليفون بيطلعوا على قد. فتمنى اضطركم تشوفوا الحلقات الاساسيه، تمنى اضطركم بعد الاردن ما شفتوها، بعد دبي ما شفتوها او الامارات، فتمنى اضطركم كتير لانه بدهم شغل وكاميرتين واديتنج وموسيقى وغيره، بعملهم بحطهم مثل ما هن على انستغرام. فبتمنى تنبسطوا فيهم وتشوفون. اذا حدا حابب to support في عندكم طريقتين، او بتكسو سبسكرايب على الشانل هيدي الشغله كتير كتير بتعني، او فيكم تفوتوا تعملوا جوين على الشانل وهيدي الشغله كمان كتير مهمه. الجوين هني ما لنا شيء، هي ارخص من انين الكوكاكولا، هي اقل من دولار. فيكم تحطوا 5 فيكم تحطوا 10، بس joining the channel is supporting me supporting the mission. هالمشن اللي عم بتكلف كتير غالي، هالمشن اللي عم تدعم كتير ناس، هالمشن اللي عم بتوظف كتير عالم تقدر نكفي ونكفي 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 ونقدر نضلنا نحط فيديوز للتاريخ هولي بيبقوا لاولاد اولاد اولادنا. فيني اخبركم فيديوز برجع بحضرهم تبع 2014 و2015 و2016، المحلات اللي صغرت وكبرت، المحلات اللي سكرت، العالم اللي الله يرحمه توفت، هولي فيديوز كتير حلوين للتاريخ. وما بعتقد اليوم حدا عم بيصور منطقتنا ان كان لبنان او المنطقه العربيه بهالطريقه. ميتينج ذا هيروز، سبورتينج لبنانيز كوميونيتي اراوند ذا وورلد، سبورتينج كل هالعالم اللي عم تتعب، سبورتينج كل هالاشخاص يلي يمكن عنده محل صغير بيعمل فرن منقوشه فول او الى اخره. نحن عم نقول له انت بطل، انت بطل العالم، انت
صار لك سنين 50 60 70 سنة عم تشتغل، عم نصورهم عم نحطهم كلهم سوا على 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 الانترنت for the world to know. محل ما الحضارة بلشت، محل ما الحياة نابضة، محل ما بلد فيه غنى وفيه أكثر من أن فيه 4 فصول وأكثر من 300 نهار شمس وخضار وناس طيبين وبيوت قديمة وضيع وعوايد وتقاليد وأكل هول كلهم ليوتيوب. فبليز سبورت ذات مينز ا لوت، وهيدا الطريقة الوحيدة تنقدر نكفي كونسيدرينج مثل ما بتعرفوا كل شيء منصوره ببلاش للعالم تندعمه. طيب انا خلصت، هات نشوف نال ورا الكاميرا اليوم تخبرنا اذا في شي سؤال لازم نجاوب عليه. ان شاء الله تكونوا نهار تنين حلو، ان شاء الله تكفوا وتنبسطوا. خليكم معنا الاربعة، يلا 2 أو 3 فيديوز بعد بهاليومين and here we go. لكن داني بيقول لك انه بده يشوفك عم تسوق الان جي ان او كار، يمكن ما سمع انه نزلت هلا تدورها بس فضيت البطاريه. مرت الماضي انا وعم بفتح الباب حسيت انه في مثل فويت كهرباء شي محل فبطاريتها فضيت. ناطر ممنوع بعد سوق لان بعد ما تسجلت وبتعرفوا كان في تسكير وما قدرنا نسجلها، فعم بعيشكم الاكشن از ات هابنز. ان الله راد بهاليومين وعدوني بتتسجل تنقدر نظهرها، ناخذها عن الكهربجي نظبطها نعملها ريفيزيون لازمه، وفي حلقه اخر الشهر بجبال كتير كتير لوكينج فورورد لانه كتير حلوه وكتير محضره، منطقه جبال كلها تاريخيا اثريا واكل، وناطر انك نسوق السياره. فان الله راد مع اخر الشهر بتنحل. ومات بيقلك انه ممنوع تبيع السياره قبل ما هو يطلع مشوار فيها. مارك بيروتي؟ نعم. بعده على الآن بالعشرة؟ قاعد بالسيارة ورجعت على الشغل. عم يتحدث مع المودريترز يعني ما بعرف إذا على الآن على أكيد ما راح بيع السيارة بلا ما نسوق. بدنا نطلع على نهر إبراهيم فيها يا مارك، وبدنا نطلع فيها على محلات كتير حلوة وبدنا نصور أشياء كتير حلوة. أكيد في مارك رح نبرم فيها بلبنان وفرجيكم. هلأ الموسم، هلأ بدي بلش الدنيا تخضر، هلأ بدي بلش يطلعوا الربيع يعني. بعد في نحن بعد ما قطع السنة على الفيديوز ماركو أنا، فصرنا يمكن مصورين بس منطقة الصيفية، شقفة الصيفية بلبنان. بعد ما شفتوا الشتاء مزبوط، بعد ما شفتوا الخريف مزبوط، بعد ما شفتوا الربيع مزبوط. فأكيد stay tuned. أوكي سو داني سمع بس أنه اللي عم بيقوله وبعتقد أنه معه حق، انه he would hate to see it sold before we see a few videos with أكيد you. اكيد اكيد اكيد. ما هي مشكلتها انه جربت قبل ما فل انه اقول لحدا يدورها، بس هي مشكلتها انه كتير كتير قديمه بطريقه كتير حلوه. بده يكون حدا كتير بروفيشنال فيتاس بريمير لتحت، بتعرفون هو الفرق بين بريمير لتحت وبريمير لفوق. فيها تروازيام الفيتاس تبعها هون مثل شفريت التاكسي القديمه، سياره كتير حلوه فيها اكيد امبرياج، الفرن الايد من تحت يعني شوي منها اوتوماتيك وسنسرز وكاميرا ورا وهيك، فصففها بالباركينج وما كتير الي قلب اعطي المفتاح لحدا. فاخر 10 ايام بالامارات فضيت البطاريه. نورمال بسيطه. سوري انا مش عم اعبيها. عم تسالك هدى what are you looking forward to most in Egypt and who will accompany you. بعدنا مش الفول منكفي، فرح تنطروا يمكن تشوف مطاعم هالمرة. لا رح تقولوا لازم تروح تفتش على هاي وهاي. لا انا برايح اكل شغلتين، رايح اكل فول لانه من بعد ما برمنا على الاردن على الامارات وعلى لبنان التقاليد القديمة الاساسية الفول وين بلش بعتقد بمصر. الحلو شغلتين عم لوكينج فورورد، واحد انه ما بيستعملوا توم باكلاتهم، كتير مبسوط وكتير معيد وحاسس ما رح اتضايق ابدا. وشغلة تانية ناطر رح اكل طعمية، رايح ناطر رح اكل كشري مبسوط قد الدنيا. والتوك توك صغير وهو الشعب قد ايه مهضوم، والشعب كثير مهضوم. فما تنقزوا اذا رجعت بحكي مصري لانه كثير بحب اللغه يعني، لغتين بحب احكيهم بحياتي فيني اقول لكم غير اللبناني اكيد والانجليزي والفرنساوي هو التلياني والمصري. دخيلك نحن من دون شيء بنتقدونا انه بنحكي 3 لغات. فرجع احكي مصري اكيد. ازيك يا باشا؟ سو عم بيطلبوا منك تاخذ معك ابو شادي عمصر. ومين قالكم مش رايح؟ ما كان بدي اخبركم بس انه انتم اول ناس. هلا كم شخص عم بيحضرنا؟ اوكي انتم اول ناس عم تحضرنا، فانتم اول ناس بتعرف انه توني جايه معي. اكيد. معقول اقعد جمعه بمصر بلا ما سولف مع حدا؟ عم بيسالوا عن براوني. براوني عم تشايطن شي محل ما بيجي.
سو عم بيقول دانيا انه في كثير عالم بمصر ناطرينك على رد. على رد عم بيسألوا انا اللي ماني رايحة معك. انا حدا لازم يضل بالبيت. انا عنا بيت، انا حياتنا احنا، ايه نحن عنا ولاد، ولاد صغار، ثلاث ولاد وكلب. نحن هنا we would love to travel the world together، نحط ايد بايد ونبرم الدنيا، بس انه عنا مدرسة، عنا حياة، عنا مسؤوليات. يعني في حدا بعد كمان بالعربي بس انا ما فهمته، بس لما يفكر انه ما بدي اقرا، ما فهمت المعنى، قدرت اقرا بس ما فهمت المعنى. يمكن شخص بتعرفه بتفهم عليه. صباح الخير ام توني، بدنا حلقة مع زوجي. لكن انت مثل ما فهمت، فاذا طيب خليني اقول لكم باي ونقلي عن هون. برجع بقول لكم برادفورد ليبنون بتكفي. كثير مبسوط بهول الكروت اللي لقطون، لانه بتعرف شو عملنا؟ عملنا رحت اشتريت من بيكري 40,000 ربطة خبز بسعر كتير منيح، سو ما دفعتهم اون ذا ماركت ريت. فطلع بدهم يعرفوا شو في بالبراد. اووو هيدا البراد الحدي بضل هون. دايت كوك ما عم يسأل دانيال كلها في دايت كوك. سو هولي كل شيء مسقع درينكس هولي هون حدنا. لا مش عارف اجيكم جواته. دايت كوك فور مي اونلي. ايه فكتير مبسوط من الـ من الـ من الخبز، لانه الربطه مثل ما بتعرفوا صارت اليوم ب 2500 ليره، فاخذنا سعر كتير كتير منيح. اخذتهم از بالك تقدر يطلع لنا اكثر، يعني بحق 40,000 ربطه قدرت تقريبا اخذ شيء 46,000 ربطه، يعني 6,000 زياده تنقدر نوصل لاشخاص اكثر واكثر، نقدر نوزع اكثر واكثر. عايز اعمل انتوني بدك توضح انه الربطه قديش، يعني الربطه كانت شيء كثير رخيص، اليوم صار شيء غالب لبنان، يعني غالب لبنان بس هي على الدولار كثير رخيص. يعني اليوم الربطه اللي هي حقها 2500 ليره فيكم تقولوا حقها 25 سنت، يعني بدولار بتشتروا 4 ربطات خبز، كل ربطه فيها 10 رغفه، الربطه كلها سوا تقلى نص كيلو. سو ايماجين ذا نمبرز قديش فيكم تعملوا. امبارح كنا عم نصور بنيحه وراح تشوفوا الفيديو اليوم عشيه، في حدا من الضيعه فوق، يوسف من الضيعه فوق، من بعد ما طلعنا صورنا اول حلقه دقت له شخص من استراليا من نيحه وب $1,000، بعثت له بس $1,000، ب $1,000 غير الضيعه، لانه ب $1,000 كل الضيعه زرعت قمح، كل الضيعة تحركت، كل الضيعة كبرت، كل الضيعة تحمست. منها في أشخاص تانين بولاد العالم اشتغلوا. وقلت مبارح أنه إذا ب 2200 ضيعة بلبنان كل مختار بيبعت $1,000 لضيعته للشخص المناسب، للأشخاص اللي بدها تشتغل ومش للناس اللي بتعرق البعض سياسيا وغيره من هول البلا طعمة، فينا نعمل فرق كتير كبير. فاليوم 40,000 ربطة إذا بدكم تشتغلوا أوفيشالي فينا عملكم يوم حسابتهم قديش بيكلفوا بالدولار. بينوت ماني يعني. دقيقة خلينا نفكر حتى لكم قد ايه. 40,000 تايمز 2005 ديفايدد باي 10,000 دولار 40,000 ربطة. قلتني بس في شغلة لازم 40,000 عائلة، في شغلة لازم تفسرها، انه للمغتربين يمكن بفكروا انه ربطة الخبز is not doing a big difference للعالم اللي عم تعطيهم اياها، بس العالم تعمل كثير فرق. العالم بلبنان كانوا يشتروا الربطه بقديش وقديش صار حقها وقديش بالطعميه، وخاصه للعالم المحتاجه. دونك اللي بيوصل لمحل عايز ربطه خبز في فرق كثير كبير. في فقر، في غنى، في من كل شيء بلبنان. بليز وقفوا احضروا اخبار، بترجيكم وقفوا احضروا اخبار، بتحطوا الاخبار بتحسوا عبالكم تسكر الدنيا بوجهكم. في من كل شيء بكل بلدان العالم، بكل بلدان العالم. الاخبار بالهند ما بتخبركم انه في 80% من البوبوليشن فقراء، الاخبار بالصين ما بتخبركم انه في كتير ناس قاعدين بيعيشوا بدولار بالشهر. في من كل شيء، في من كل شيء وين ما كان. عندنا وضع صعب، يس، وات ار وي دوينج اباوت ات. وكل واحد يسال حاله كل يوم انت شو عم تعمل لبلدك، انت شو عم تعمل لارضك، انت شو عم تعمل، قديش عم بترد لوطنك. انت ما نقيت جنتك وما نقيت بلدك، للأسف أو for good or for bad you have to pay back for هول الشغلتين. تكون متدين صالح لربك whoever it is، وتكون وفي لعائلتك اللي حملها اسمها، وتكون وفي لبلدك اللي خلقت انت منه. فواحد بيتذكر كل هول كل يوم بعتقد بتتغير حياته، والوفا شغلة كتير كتير مهمة. عم بيسأل إلي إذا رح نعمل Box Initiative. Not for now. مش بدك كتير وقت، بدك كتير شغل. في كتير ناس عبالة أنا أعمل كتير إشياء، بس أنا بالآخر النهار 24 ساعة وعندي إيتين. ف
عايز اقسم حياتي بطريقه اعرف وين وين اتس مور افيشنت فور ناو اند ذن نرجع نشوف بغير طريقه. هدى عم بتقول انه 1 دولار ا داي بعيش 1 دولار ا داي لشخص بلبنان بتعميه كل النهار صح يعني 10000 ليره بيقدر يتروق ويتقدر يتعشى مزبوطه فيها تكون 1 دولار ا داي صح. اند في حدا من تركيا اسمه اي هوب اي ريد هيز نيم رايت فركان عم بيقول انه انت وفيروز بتحببوه بلبنان. اي ثينك ايم ا بيت مور بوزيتيف ذان فيروز بس ثانك يو سو ماتش. بس انه لا فيروز ثانك يو ثانك يو بنحبها لفيروز كثير. هيك بلاقي شوي الموسيقى تبعك كثير حلوه وسالم الموسيقى تبعك على بكره هيك فيري سموز اند دراماتيك اند يعني مش معقول واحد يوعى نوستالجيك يوعى وياكل الدنيا اكل. اي ثينك فيروز از فور اكسباتس اكثر من اللبنانيه صراحه قد ما بتردهم على طيب مالكم باي ثانك يو كثير اشياء upcoming stay tuned بلا ما اوعدكم بشيء ونغير. خليني هلا 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 اول مرحله اعمل اديتنج لحلقه امبارح يلي كانت تقريبا شي 11 ساعه بقضاء البترون من البحر للثلج. يلا expected tonight as a premiere goodbye. كبسي بعد